السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن موضوع، يعني مش هقول من أفضل الموضوعات، لا هو بالفعل كذلك أفضل موضوع ممكن تتخيله في حياتك، أن أنت ممكن تشوف ربنا في المنام. إيه ده؟ هو أنا ممكن أشوف ربنا في المنام؟ أيوة. قبل ما أتكلم عن اللقاء ده بالذات، علشان الموضوع ده يخص العقيدة ومش عايز اتطرق للموضوع انه يبقى عقيدة ودين وشرع اكتر من ان انا بتكلم اساسا عن الاحلام. احنا متفقين، ودي قاعدة ذكرها لنا العلماء، ان الاحلام ملهاش قاعدة، بمعنى ان انا ممكن اشوف اي حاجة في المنام يستحيل فعلها في ارض الواقع. فبداية كده، علشان لما نيجي نتكلم اقولك ازاي انت مثلا واحد شاف ربنا، واحد كلم ربنا، واحد سمع صوت ربنا، واحد وقف قدام ربنا وشاء الكلام ده كله، قضية أحلام وده وارد. أيوة. طيب النهاردة هنعمل إيه؟ هنحاول نتعرف على بعض الرؤى التي تستحيل، أنا اللي بقوله، التي تستحيل أن تحدث في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هنشوفه غير في الآخرة، وطبعا ده للشخص اللي هيدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فبعض الأحلام معنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، أو الرؤية معنا بتقول رؤية الشخص أنه رأى الله سبحانه وتعالى على هيئة نور، شاف نور. هذه الرؤية تدل على أن الشخص الحالم صاحب الرؤية سيكون محبوبا بين الناس. أفضل الرؤية طبيعي، يعني المعنى واضح، أن أنت شفت نور واستشعرت في المنام أن النور ده نور ربنا، فدي معناها طبعا ربنا سبحانه وتعالى مش هيديك الرؤية دي وتبقى إنسان مش كويس أبدا، معناه أن أنت هتكون شخص محبوب بين الناس. رؤية تانية وهي رؤية الوقوف بين يدي الله، بس خلي بالك الوقوف بين يدي الله في مكان معروف أنت عارفه، يعني مثلا أنا شفت نفسي في مكان ما أنا عارفه، والمكان ده أنا واقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية تدل على صلاح أهل المنطقة اللي انت عارفها، اللي انت شفت ان انت واقف بين يدي الله فيها. فالرؤية مش خاصة بك انت، الرؤية خاصة بأهل المنطقة، صلاح حال لهم جميعا. أما رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام وعدك بشيء، متهيالي دي مش محتاجة تفسير، سوف يتحقق هذا الوعد الذي وعدك الله به تبارك وتعالى في المنام اللي انت شفته. يعني زي ما احنا متفقين، برجع اكرر، دي قضية منامات وارد انها تحصل. ايوة. طب تفسيرها ايه؟ ادينا بنتكلم عنها. رؤية الوقوف عموما بين يدي الله، قال بعض العلماء ان هي احيانا تدل على تقصير العبد تجاه ربه، وكأن هذا مثال مصغر ليوم القيامة. رؤية الوقوف عموما بين يدي الله في المنام، انت راجل مقصر في قضية العبادات، انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وكأن هذه الرؤية يعني فيها انذار او تنبيه او لفت نظر ان انت تحاول تشوف افعالك وتحاول تصلح منها وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اما رؤية الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، احيانا لها معاني اخرى تدل على الرحمة وتدل على المغفرة. يعني لو انت شفت مثلا ان انت واقف بين يدي الله، دي بترجع لحالة الرأي نفسه. انا راجل مثلا كويس، مأدي كل الفرائض اللي علي، يعني يعتبر صالح، تمام كده. رؤيتي هنا للوقوف بين يدي الله مغفرة وتوبة ورحمة. تعال بقى للشخص التاني، واحد لا بيصلي ولا بيصوم وعايش في الدنيا عربيد، لما يجي يشوف الرؤية دي ما نقولوش مغفرة ورحمة، وانت ربنا كده بيحبك، اصل في جهلة كتير بيحاولوا يفتوا في تفسير الاحلام. هنا بنقول للشخص العاصي البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك انت راجل مقصر، ودي عبارة عن لفت نظر، الحق نفسك. رؤية الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة الحامل، استشعرت في المنام ان هي واقفة قدام ربنا وشافت ربنا، المرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على ان المولود سيكون ذكرا. مش بس كده،
ده أن ده أن هذا المولود سيكون له شأن عظيم جدا في الدنيا إذا رأت المرأة الحامل أنها واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب رؤية المرأة الحامل أيضا وهي واقفة أمام الله سبحانه وتعالى وتدعوه وتترجاه، هذه الرؤية يعني بالبديهي خالص تدل على استجابة الدعاء، أن دعاءها الذي دعت به أو أن الدعاء الذي تتمناه في الدنيا قبل أن ترى هذه الرؤية سوف يتحقق وسوف يستجاب له، وأن الله تبارك وتعالى سيستجيب لها في دعائها. أما رؤية المرأة المتزوجة أن الله تبارك وتعالى يأمرها بأمر، المرأة المتزوجة شافت أنها واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى واستشعرت في المنام أن ربنا بيأمرها بأمر، هذه الرؤية تدل على أنها تفعل شيئا محرما، هذه الرؤية تدل على أن هذه المرأة المتزوجة تفعل شيئا محرما. طيب رؤية أخرى خاصة بالمرأة المتزوجة أيضا، رأت أن الله تبارك وتعالى رضي عنها، هذه الرؤية تدل على أنها امرأة أكملت الرسالة التي عليها وأكملتها على أكمل وجه أو أدتها على أكمل وجه. كون أن ربنا سبحانه وتعالى يأتي للمرأة المتزوجة وتستشعر في المنام أن ربنا رضي عنها، هو بالفعل رضي عنها، ودي تعتبر أدت الرسالة بتاع الحياة اللي هي عايشاها اللي هو بيتها، بمعنى أوضح أو بمعنى أخص إن هي أدت الرسالة المطلوبة منها تجاه زوجها وأولادها. رؤية الله سبحانه وتعالى في منام العسباء تدل على الزواج وتدل على تحقيق الأمنية. طيب رؤية تانية، رؤية سماع صوت استشعر الحالم صاحب الرؤية أن هذا الصوت صوت الله سبحانه وتعالى. زلت بكرر في قضية العقيدة دي منام، عشان ما حدش يقول لي انت بتعمل ايه والمفتين كتير، فانا شفت في المنام او سمعت صوت قيل لي او استشعرت ان هذا هو صوت الله سبحانه وتعالى في المنام، هذه الرؤية تدل على الامان وتدل على تحقيق الاماني. طيب رؤية ان الله سبحانه وتعالى نادى علي باسمي في المنام، ارتفاع شأني كبير في الحياة. رؤية السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى في المنام، هذه الرؤية تدل على القرب، ده بنص آية الله سبحانه وتعالى قال واسجد واقترب، يبقى رؤية السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى تدل على القرب من الله سبحانه وتعالى. آخر رؤية معانا وهي من يرى أنه يكلم الله سبحانه وتعالى ولكن من وراء حجاب، هذه الرؤية تدل على حسن الدين، تدل على صلاح الرأي، تدل على الأمانة، مواصفات كثيرة جدا بقى نقعد نعدها من هنا للسنة الجاية لصاحب هذه الرؤية، وكلها صفات محمودة. دي كانت بعض الرؤى عن رؤية الله عز وجل في المنام. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.